بون سلام، اليوم درت هاد لا فيديو باش نوريكم كيفاش تصنعوا ستابليزاتور في الدار ولا تريبي. بون انا حوست بزاف على التريبي هنايا في لجيري غاليين، باش تجيبه من برا تاني باش تكومونديه انا جيت من علي اكسبريس، كانت عندي اون موفيز اكسبيريونس، خفت يدوه لي، المهم فيها مشاكل بزاف. الوغ درويك صنعت واحد، صنعت ولا بكري ما كنتش كان يجيني ديفيسيل. الوغ درت هاد لا فيديو باش نوريكم ونعطيكم هاد ليدي تاعي اللي صنعت بها لو تريبي اللي راني نخدم به دروك. بون ها هو لا ستابيليزاتور اللي نخدم به، دوك نوريكم كيفاش صنعته. كان الحاجه الاولى هما هاد المسامير اللي تلقاوهم عند كاع اللي كان كايري، فواي كيفاش يجو هكا مسمار صغير وفيه هاد الكروشي، جينيرالمون يصنعوا به الخيوطه تاع الضو. نديرو هادو. الحاجه الزوجه هي باطون سيلفي اللي تلقاوه برا في كاع بلايص يبيعوه. سينو ما بسينا عندكم، ماشي شرط يكون عندكم واحد جديد اذا مقطع ولا حنا نسحقوا غير هاد لابارتي اللي نحط فيها التليفون واللي تتحل وتتبلع. والحاجه الثالثه بيان سور بلا ما نقولوها، لازم يكون عندك مارطو باش تدق هذوك المسامير. الوغ ندبر بلاصه، حطها عند الباب سواء عند الطاقه. جينيرالمون انا جو بريفير الطاقه باسكو هي اللي تدخل الضوء وهي اللي تطلع على برا، دونك هي اللي تطلع على برا وهي اللي غادي تدخل الضوء. دونك انا جو بريفيري باش نفيكسيها هنايا كما راكم تشوفوا في لات خاص و سي بون. ودروك نجيبو الباطون سيلفي تاعنا ونلصقوه في البلاصه اللي يعني باين نلصقها فيها. مثلا انا غادي نلصقه في هذه البلاصه اللي يعني متراسيه فيها، نحطو الباطون تاعنا في هذا الاتجاه، يكون لازم طولي باسكو يتحل كيما هاك، باسكو هو يتحل كوم سا. دونك التليفون اللي قيجي عرضي، حنا نبغوا نصوروا عرضي. اذا راك باغي تصور طولي دير الباطون تاعك هاكا، المهم تشوف كيفاش ديره. مي اون بريفير توجور نصوروا بالعرض، دونك غادي نلصقوه كيما هاك هنايا. ومن بعد نجيبوا هاد المسامير اللي قلنا لكم عليهم هادو، نلصق نبدا نلصق بالحبه، كل ما نلصق حبه ندقها. سي بون ولا لا صف. دونك هنايا تحل نحلو جوج التليفون ونحطوه لداخل.